رح تشوفوا في عنا مدخل ومخرج طبعا. هي هون هي هذا واحد منهم، وهذا اذا اطلعتوا بتشوفوا في عليه البرغ اللي بشد السلك، بحط السلك من هون والسلك بيطلع من هون وبشده من هون. في عنا تو ديفايسز. هلا عنا الليفر هيها مدفوشه بزنبرك، بحيث لما بشغلها عمالي بعمل كومبريشن على الزنبرك. شو بيساعدني هذا؟ بخلي التريبنج تبعها سهل، لانه هي بس بدها شيء يدفشها والزنبرك اصلا كومبريست، فانا بدفشها بايدي بخزن طاقه بالزنبرك. الزنبرك هذا بصير كومبريست، فبصير بس تشتغل واحدة من الديفايسز الثيرمال او الماجنتيك سهل اني ادفش الليفر. واذا دفشت الليفر مين بيشتغل؟ الزنبرك، وعندي بصير في زي بوزيتيف فيدباك وبطفي هذا السيستم. اول واحدة منهم هي هاي القطعه، هاي الباي ميتاليك ستريب. فالكرنت بينزل من هون وبمر في الباي ميتاليك ستريب وبعدين بينزل بالسلك هذا اللي موجود هون. هلا هاي الباي ميتاليك ستريب في طالع منها برغي صغير هون، والبرغي هذا ادجستبل، بس تبدا تحمى رح تبدا تطعج بهذا الشكل. هذا البرغي اللي انا بعمل له ادجستمنت عشان اعمل سيتنج ايمتى بدي يضرب. بقدر اذا تطلعوا مزبوط رح تشوفوا البرغي، البرغي بقدر اعمل له ادجستمنت من هون. هذا بس يضرب هون بتفش هاي. اذا دفش القطعه هذه من هون بتفصل، وهذا رح يكون هو الثيرمال كيرف اللي هو انفرس تايم لو. بعدين نفس الكرنت هذا رح يمر كمان، وهي البن تبع الالكتروماجنت اللي بتفش الليفر، فهي الليفر بيفوتد هون، فسواء دفشتها هيك من هون او سواء دفشتها هيك من هون رح تفصل، لانها هي هاي البيفوت نقطه الارتكاز تبعتها. فالالكتروماجنت نفس الشيء بطريقه معينه، بعرفش كيف تركيبه من الداخل، رح يمر كرنت كافي في هذا، الكرنت الكافي رح يمر هون رح يشتغل كالكتروماجنت، رح يجذب هاي ما اظنها ماجنت، اظنها فيرو ماجنت، بس كانه المينيمم ريلاكتنس تبعها رح يجذبه بهذا الاتجاه. فلما اجذبه بهذا الاتجاه رح تضرب البن هذا هاي ورح تفصل، فهذا رح يعطيني الالكتروماجنتيك او الماجنتيك بارت، وهذا رح يعطيني الثيرمال بارت. فهيك رح تتكامل هاي رح تفصل من هون، ولما تفصل رح يفصل الكرنت، فرح يفتح المسار بين هون وهون، رح تفصل البريكر، بتكون عملت الحمايه المطلوبه.